مع ان انا عارف ان اليومين دولت اساسا البني ادمين ما عندهمش رحمه ببعض، يعني البني ادم وصل لمرحله ما تستغربوش. طبعا دي كلبه بلدي صح؟ مش انت بلدي؟ مش انت بلدي؟ اوعى تنسى ان في بني ادم دخل الجنه بسبب كلب، وفي بني ادمه دخلت النار بسبب قطه. قصه الكلبه دي غريبه شويه، هنقول لكم ايه قصتها وهتستغرب. لكن ده بيرضى دايما باللي ربنا بعته له، وبيرضى سواء بظلم سواء بعدل بيرضى بيه. بتستغرب انها بتتصور، تستغرب انها بتتصور، بتقول ايه ده، هما بيعملوا ايه؟ انا جايلك فوق اهو. ايه؟ اطلع علي. تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، أحلى مسا عليكم وعلى كل الناس الجميلة اللي معانا. ما تستغربوش، طبعا دي كلبة بلدي صح؟ مش أنت بلدي؟ مش أنت بلدي؟ مش أنت بلدي؟ خد تخافيش. طبعا يا جماعة دي كلبة بلدي تمام؟ الكلبة ديت عشان الناس ما تستغربش تقول إيه جاب كلبة بلدي في المزرعة هنا والكلام ده كله، لا إحنا لينا الشرف إن إحنا ندخل عندنا كلبة بلدي. بس هنقول لكم إيه قصة الكلبة دي عشان الناس تبقى عارفه. بتلعب فرحانه فرحانه فرحانه. ايه 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 بس صوت. طبعا الكلبه دي يا جماعه جايه من محافظه القاهره تمام، جايه عندنا هنا اقامه، فتره اقامه. قصه الكلبه دي غريبه شويه، قصتها غريبه شويه تمام. طبعا يا جماعه قصه الكلبه دي غريبه شويه، هنقول لكم ايه قصتها وهتستغربوا. قصة الكلبة ديت صاحبتها طبعا الموضوع غريب شوية، طبعا من الشخصيات المحترمة جدا ومن الناس اللي احنا نعتز بيها، وربنا يا رب يبارك لها ويوفقها، وربنا يعني كتر ألف خيرها على الخير اللي هي بتعمله تمام. الكلبة دي كانت في الشارع، كانت مطلوقة في الشارع، حصل معاها ان هي ولدت قبل كده، الصغنونة دي ولدت قبل كده، حصل معانا عربيه خبطتها، حصل معاه مش عارف ايه، انتوا فاهمين بقى الحاجات اللي هي بتبقى في الشارع، يعني الحاجات اللي هي بتبقى ايه، عربيه تخبط كلب، الاطفال مثلا يمسكوها يعذبوا فيها، الكلام ده كله. طبعا لما الست طبعا الطيبه دي لقت الموضوع كده، خدت الكلبه عالجتها وطعمتها وادت لها حقن علاجات وادت لها تطعيمات ونظفتها وسرحت لها وتمام التمام. خلت الكلبه بالحاله دي، الكلبه بقت حابه البني ادمين وحابه الناس وحابه الكلام ده كله تمام. طبعا جت بعديها لما حصل عندها ظروف او سفر او حاجه زي كده، اتصلت بينا هنا في المزرعه، طلبت ان هي تدخل الكلبه دي فتره اقامه. طبعا ما تردناش في الموضوع، ولما قالت لي طبعا قالت لي دي كلبه بلدي وهندخلها فتره اقامه، وبصراحه هي ما تمنعتش عن مبلغ الاقامه بتاع الكلبه. لما قلت لها مثلا احنا نظام الاقامه عندنا كذا كذا كذا، وانا ما كنتش نعرف على فكره ان هي كلبه بلدي ساعه ما كلمتها اول مره تمام. قالت لي على فكره دي كلبه بلدي، قلت لها ما عنديش اي مانع، والموضوع كمان داخل فيه خير. لما حد يعمل خير مع حيوان زي ده، طبعا احنا خدناها ومنها وهي اتعودت علينا على فكره، يعني بقى لها كذا يوم هنا متعوده علينا تمام، بتاكل وبتشرب وبحاله صحيه 100%. الفيديو ده احنا بننزله على اليوتيوب، اولا رساله لصاحبه الكلبه ربنا يا رب يبارك لها، وبندعي لها كلنا تمام، وبنقول لها يا رب على قد ما بتعملي خير يترد لك خير. الحاجه الثانيه رساله ليها برضو تطمن عليها حاليا على صحتها، هي لعبيه وجميله ما فيهاش اي مشكله، ايه ما فيهاش اي مشكله، وحالتها الصحيه الحمد لله 100%. برضو من الفيديو ده رساله بنوجهها لكل الناس اللي في الشارع، صدقني الحيوان اللي مطلوق في الشارع انت ممكن تكون مستضعف الحيوان ده او مستقل بيه، اوعى تنسى ان في بني ادم دخل الجنه بسبب كلب، وفي بني ادمه دخلت النار بسبب قطه، فاوعى تنسى الحاجات دي. تذكر دايما ان الحيوان اللي في الشارع ده حيوان ربنا خلقه، ربنا امرنا بالرحمه ليه، ربنا امرنا ان احنا
نكون في قلوبنا رحمه، مع ان انا عارف ان اليومين دولت اساسا البني ادمين ما عندهمش رحمه ببعض. يعني البني ادم وصل لمرحله ان ما فيش رحمه باخوه، ما فيش رحمه بامه، ما فيش رحمه بابوه. بس لا صدقني، ممكن تغير من نفسك، ممكن تغير من طبيعتك، ممكن تحرك قلبك شويه. لو حركت قلبك والله العظيم وبعدت عن النصب وبعدت عن السرقه وبعدت عن الضلال وبعدت عن الخبث وبعدت عن الفتنه وبعدت عن ان انت تاذي الناس بلسانك او بكلامك، او بعدت عن ان انت تاذي الناس باسلوبك او بافعالك، اقسم بالله العظيم هتنكتب لك عند ربنا. ويعني لو انت شايف ان انت خلاص استكفيت بالخير مع البني ادمين وعملت مع البني ادمين خير كتير ولسه فايد معاك خير، وزع الخير اللي فايد معاك على الحيوان، لان ده هينكتب لك. يعني وما تسمحش كلام لأي بني آدم حقير وجبان يقولك يا عم بدل ما تعمل مع ده روح اعمل مع واحد غلبان، روح اعمل. لأ صدقني، الحسنة في ده بعشر أمثال الحسنة في اللي انت تعمله مع البني آدم. الحسنة لما تعمل حسنة مع حيوان ربنا خلقه، حيوان ضعيف ومستضعف قدامك ربنا خلقه، الحسنة معاه بعشر أمثال ما تعمل مع بني آدم. إن بعد ما تعمل معاه حسنة يبدأ إن هو يزم فيك ويتكلم عليك، ويا سلام لو الحسنة طلعت شوية. الموضة اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي في الشارع لما بياخد منك حسنة ويبدأ يبص فيها يعرف هل يعني هتنفع معاه ولا لا، وممكن يقول لك هو ده بس، دي الموضه والله انا لاحظتها كذا مره في كذا حته. يعني دي ايه ده، ايه ده، هو ده، ايه ده، ده طبعا ما بيرضاش باللي ربنا بيبعته له، لكن ده بيرضى دايما باللي ربنا بعته له، بيرضى سواء بظلم سواء بعدل بيرضى بيه، لان ما هوش عارف يتكلم ولا عارف يحكي ولا يقول انا مظلوم ولا انا ليا حق ولا ايه الدنيا بالظبط. فحاول ان انت تدي حق الحيوان، لان الحيوان ربنا كتب ان احنا ندي لكل حاجه قدامنا او كل حاجه نقابلها نديها حقها، سواء بني ادم سواء حيوان سواء طائر سواء اي حاجه، ادي حق. لان زي ما انت بتدي حق اكيد ان انت هتاخد حق. حقك اللي انت هتاخده من الحيوان ده هتاخده قدام ربنا يوم القيامه لما تقف تتحاسب قدامه، ويسالك انت عملت ايه مع روح انا خلقتها. يسالك ان الحيوان ده هيجي في يوم من الايام والله اعلم ان هو يقول البني ادم ده شربني وانا عطشان، اكلني وانا جعان. صدقني اقسم بالله العظيم حاجة دي مكتوبة لك عند ربنا. اوعى تعمل خير وحد يكرهك في الخير اللي انت بتعمله، اوعى تأذي حاجة على وش الارض وبعد كده ترجع تقول يا ريتني، لان طبعا الحاجة دي ربنا بموصينا عليها. اتمنى من كل الناس تكون فهمت الموضوع وفهمت قصدي ايه. وكل يعني انا من نفسي نشكر الست اللي هي تبنت الكلبة دي وجايباها هنا وبتدفع لها اقامة ولا شغلها فلوس اقامة ولا شغلها الكلام ده كله، بتدفع لها وهي مرتاحة نفسيا وعارفة ان الكلبة طبعا الحمد لله في ايد امينة. وكمان غير كده وكده شكرا ليها على اللي هي بتعمله قدام ربنا كمان، واللي بينكتب لها عند ربنا. يا رب ينكتب لنا زي ما بينكتب للست اللي لقت الكلبة دي وعالجتها وطعمتها تطعيماتها كاملة كاملة. ده في ناس بتبقى مربية كلب في البيت وبتستخسر تدي له التطعيم بتاعه، اشحال بقى اللي تاخد كلبة بلدي من الشارع عندها مشكلة صحية تعالجها وتدي لها كل التطعيمات كاملة. وده بناء على الدفتر اللي انا استلمته مع الكلبة اول ما جات. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي للقلوب الرحيمة، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي متابعانا، واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.